واحد من أهم القطاعات الإنتاجية التي تشتهر بها مدينة نابلس هو صناعة الملابس، فلهذه الصناعة تاريخ عريق كمدينتها. أنا بقلب مهنة الخياطة من سنة الستين، من 1960، يعني حوالي 52 سنة بهذه المهنة. كان والدي وأنا طفل صغير يشتغل بالمهنة، اسمها أفرنجي، خياط أفرنجي. ما يفصل بدلة أي شخص، يعني إلا البرجوازية في مدينة نابلس، يجوا من القدس، يجوا من رام الله، يجوا من جنين. الشاطر اللي بده يعلم ابنه خياط، الشاطر اللي بده يعلم بنته خياطة، كان اللي بده يطلب بنت وبده يتزوج يقوله شو بتشتغل خياط يقوله أعطيه. في مدينة نابلس يوجد حاليا حوالي 550 مشغل خياطة ينتجون ملابس بجودة عالية. كنا ننتج لبرا نخرج، كانت السيارات تيجي تحمل البضاعة من هون تخرج لأمريكا لإيطاليا من مدينة نابلس. الاحتلال الإسرائيلي والعديد من التحديات الأخرى أدت إلى إغلاق عدد كبير من مشاغل الخياطة. وصل عدد المشاغل في مدينة نابلس قبل سنة 2002 أكثر من 1300 مشغل خياطة. بعد الانتفاضة تقلص هذا العدد إلى فقط 100 مصنع ومشغل خياطة، هذا بسبب الحصار المشدد الذي فرض على مدينة نابلس. المنتجات الصينية والمنتجات المستوردة حلت محل منتجاتنا، إما لرخص أسعارها والعدم وجود ضوابط على الاستيراد. معظم إنتاج هذه المشاغل الفلسطينية يباع لشركات إسرائيلية تشترط وضع الليبل الإسرائيلي لتسويقه في الأسواق الإسرائيلية والعالمية على أنه منتج إسرائيلي، ويضطر الفلسطينيون للموافقة، فلا بديل لديهم لتسويق منتجاتهم، آملين أن يأتي يوم تصدر فيه بضائعهم بحرية إلى العالم وكتب عليها صنع في فلسطين. برغم التحديات التي تواجه صناعة الملابس في مدينة نابلس، إلا أنها لا تزال حتى يومنا هذا تحتل المرتبة الأولى فلسطينياً في هذه الصناعة وغيرها من الصناعات، كمدينة كانت تعرف بالعاصمة الاقتصادية لفلسطين. من أحد مشاغل الملابس بمدينة نابلس، نبال فرسخ، قناة رؤيا.